اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، الفراخ المحمره من المطبخ المصري، المطبخ الريفي، لها طعم ومذاق خاص لما تكون جنب شويه ملوخيه، شويه رز مصري زي الفل. انا عايز اعمل فراخ محمره النهارده بالصلصه، حاجه كده بعد الفرخه ما تستوي وتتقطع نبدا ان احنا نحمرها وتاخد صلصه طماطم اللي هي الطشه، بيبقى طعمها حلو قوي على فكره، بناكل جلده الفرخه قبل اللحمه بتاعتها. معانا الايس كريم النهارده، وانا اتفقت مع حضراتكم من بدايه الاسبوع ان بمناسبه الحر وشده الحراره والجو اللي احنا فيه دلوقتي لازم نكسر من طريقه عمل الايس كريم ونعلم امهاتنا والمبتدئين في المطبخ بالصوره الحلوه اللي بتتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى كانتالوب من خير ارضنا. هنعمله النهارده ايس كريم بطريقه بسيطه وسهله، وهخليكي تعملي اي نوع فاكهه انت نفسك فيه تعمليه ايس كريم، هو ده الموضوع. معانا النهارده كمان صينيه بطاطس بالبشاميل. كلنا عارفين البطاطس بناكلها مقليه مشويه، ناكلها جراتان، ولكن بطاطس بالبشاميل الحشوه جوه التوبنج لحمه مفرومه سجق سوسيس حسب الرغبه. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره وش الحلقه دي فيها شغل كتير بجد. استاذنك نشوف واحنا شغالين مع بعض مقادير الايس كريم في جليم ايس كريم الكنتالوب. ممكن طبعا نشمعه او نعمل له كفر من البندق، فستق، لوز، زي ما انت عايزه. المقادير على الشاشه. كنتالوب خالي من البذر. احنا بنشوف المقادير علشان نشتغل فيه كده ونحضر نفسنا. كنتالوب خالي من البذر. ومعايا سكر محلى. حلو الكلام؟ موجود معانا وده موجود تقدري تعمليه. انك بتجيبي سكر وتحطيه على النار مع حليب لغايه لما يطلع معانا بالشكل ده كده. حاجه كده بتديكي، بتخلي الايس كريم يبقى مديك المط. هو ده. شفت ازاي القوام؟ ده عباره عن سكر محلى. ده بيتباع جاهز انت تعمليه في المطبخ، عباره عن ده عباره عن سكر بيتعيد على النار، بنحط له شويه حليب بودر بيدينا الشكل ده كده. سكر بيتعيد على النار وياخد حليب بودر يدينا الشكل الجميل الحلو ده كده. عامل زي العسل، تقيل، زهره البرسيم من خير ارضنا. مقادير الايس كريم على الشاشه، شفناها مع بعض. كنتالوب متقطع ده خلاص جاهز زي الفل، عاملينه جرنش كده وبرزنتيشن، ومعانا كنتالوب اهوت جاهز زي الفل. حطيناه في الفريزر، وبعد ما اتحط في الفريزر كسرناه. ده زي الفل، شايفين؟ ده كنتالوب. بص عليه مخرجنا، الله، المساعدة بتاعت ام شاهد ربنا يديها الصحة. لازم الواحد، الناس اللي شغالة معاه، ده لازم. هو ده، دي بيوفر عليا عملية التبريد. والله لو ما عندكيش تلاجة هخليك تعملي ايس كريم، يعني ايس كريم ده بيحتاج لفريزر. للأمان. معناش تلاجة زي ما انتم شايفين اهو، مش ان احنا مش قادرين نجيب، لا عندنا التلاجة بس هو ديكور المطبخ يحتم كده. عندنا التلاجة بتاعتنا ومطبخ مجهز 7 نجوم جوه وكل حاجة زي الفل. ده التحضير بتاعي والمزمبراز بتاعي، ولكن ملاش عوزة معايا في الاستوديو، انا معايا الحاجة جاهزة وزي الفل، ومعايا فول سوداني، ومعايا طبعا الكريم شانتيه جاهز. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة نجيب السكر المحلى ده كده، نعمل حاجة لطيفة كده في الدورق ده كده. بناخد، بسم الله الرحمن الرحيم، الكنتالوب ده كده. ممكن على فكرة تخليك انت احسن مني وتجيب ورقتين نعناع اخضر تحطهم مع الكنتالوب ده كده. يبقى كنتالوب بالنعناع، ايس كريم كنتالوب بالنعناع. لف محلات الدنيا كلها مش هتلاقي ايس كريم كنتالوب بالنعناع. هتلاقي كنتالوب، هتلاقي شمام، هتلاقي ايس كريم بطيخ، ايس كريم مانجا، ايس كريم فراولة، ايس كريم فانيليا، انما كنتالوب بالنعناع دي مش في المقرر. ده الكنتالوب مخرز لانه كان طالع من الفريزر واحنا ضربناه في الايه، في الكب او في الخلاط. حلو الكلام؟ زي الفل. هنحط السكر المحلى. بص السكر نازل ازاي، بص مخرجنا، بص على الحلاوه، الحلاوه. شفت القوام ده كده؟ هو ده. ده بيدي المطه بتاعت الايس كريم اللي احنا بنشوف. حلو قوي، زي الفل. معانا كريم شانتيه، ناخد كده شويه. هو ده.
الله، والله التليفون اللي جاي لي ده تليفون حلو على قلبي، بتوع اسوان اللي انا بحبهم، واهل اسوان الناس الطيبين. شفت الايس كريم طلع ازاي؟ والله والله العظيم انت بنت حلال بجد. ده كنت هشغل الهاند ميكسر وبتاع، والمخرج يقول له الصوت، وقال لي استنى ما تشغلش الخلاط ده عشان تسمع ست الكل. شفتوا النيات يا اخوانا، ربنا رب نيات. بص طلع الايس كريم، انا هحط كمان لسه كمان. والله فكره جميله، ده انا كل يوم اعمل الايس كريم ده، ولا خلاط ولا فريزر ولا اي حاجه خالص. حط حبايه الكنتالوب في الفريزر واعمل شويه كريم شانتيه بحليب مسلك. شفت ازاي؟ ونقلب دول مع بعض، نجيب الكاسات بقى ونعبي الكاسات ودلع الكاسات. شفت الايس كريم؟ لف بقى على محلات الدنيا. ويا سلام زي ما قلت لحضرتك كده، ورقه نعناع اخضر تكون فرماها مع الكانتلوب ده، راح في سكه تانية وطعم تاني خالص. بسم الله جاهز. عايزه تحطي طبعا الكريم شانتيه واخد فانيليا عشان نبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. و حليب مثلج، وتضربيه مع البودر الكريم شانتيه. عينيا، حاضر. وبعدين شفت القوام ده جاي منين؟ من الحليب المحلى، حليب المركز. نغرف بقى مع بعض. ممكن على فكره تعملي الحاجات اللي بيحبوها الاطفال، بتجيبي عيدان الخشب الصغيره دي او عيدان القرفه وتحطيها على ورق زبده، وتحط الايس كريم ده حواليها بشكل مستطيل 2 في 6 2 في 4، وتخليها دي فريزر، بتبقى في ايد الولد، في ايد الولد كده لطيفه عامله زي المصاصه بتاعت زمان. دي حاجات برضو افكار تعمليها يعني. مشروب مثلج اهو زي الفل، ايس كريم. الله عليك يا شيف، ده هنعمل ايس كريم ده تقدري تعمليه بالبطيخ بنفس الطريقه، غيري الكنتالوب، بدل كنتالوب يبقى بطيخ. تفاصيل صغيره دايما بقول عشان البساطه والسهوله بتوصل للقلب بسرعه. عملنا شويه فراخ حلوين، عملنا صينيه بطاطس جامده جدا العالم كله هيتكلم عنها بتفاصيلها الصغيره، لان احنا متشافين في كل دول العالم. لما بقول العالم مش فلسفه، القناه الفضائيه المصريه بتاعتنا متشافه في كل دول العالم، والقناه الاولى متشافه في كل دول العالم في مصر والوطن العربي. هنبدا نزين الايس كريم ده بالبندق او بالفول السوداني او بشويه لوز زي ما انت عايزه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه، فن، ابداع، حب، تحتها خط كل يوم من مزبيرو.